السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفة أفكار. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم وصفة جد سريعة للكلاص أو آيس كريم بدون كريمة بمكونين فقط. كما كتشوفوا كيجي رائع جدا، ممتاز لرأي الأطفال، يعني كنحضروه بمقادير جد بسيطة وسهلة. تابعوا معايا الفيديو الأخير. مكونات هذا الآيس كريم أو الكلاص كنحتاجو، عندنا هنا الفراولة أو الفريز، إلا خرجتها من المجمد كتكون قاصحة تخليوها تذوب واحد شوية. عندنا هنا العصير ديال الحامض معلقة كبيرة، عندنا الياوغت واحد علبة الياوغت عادية تكون طبيعية أو البلفاني، عندنا هنا واحد معلقة كبيرة ديال العسل على حسب الذوق، بغيتو يكون حلو نزيدو شوية العسل. مهم انا ناخذ واحد الخلاط الكهربائي كنديروا داك الفراوله، ما تكونش قاصحه بزاف، تخليوها تذوب واحد شويه بما ترطب شويه. اذا كانت الخلاط مزيان راه كيطحن مزيان خليوه كيف ما هي مجمده. كنديروا الياوغت او الياوغت مع الحامض، عصير الحامض والعسل، كنشبعوا جميع المقادير، مكونات كامله كنجمعوها وكنطحنوها في الخلاط، يعني جد سريعه ما كتاخذش وقت بزاف. خاص الخلاط يكون تيطحن مزيان لانها كتكون فراوله قاصحه، غنتخلطوا على هذا الشكل تيولي كريمي، ما يبقاوش دوك الحبيبات. ومن بعد تدير واحد البواطه ديال المجمد نحطو فيها. انا درت في بواطه ديال الكلاص كانت عندي قديمه واستغليتها ودرت فيها الكلاص، كنغطيوها في بالفيلم اليمونتير او البلاستيك الغذائي وتندخلوها للمجمد، تنخليها واحد المده بما تيقصح كما كتشوفوها هو دابا راه كريم، واحد ساعتين دغيا دغيا، ماشي بحال الكريمه هذا دغيا تيتجمد تيتجمع، يعني تيولي على شكل كلاص. تناخذوا شويه الشكلاط او اللي بغيتوا باش تزينوا نتوما، اللي حبيتوا نتوما تزينوا به زينوا به. المهم انا خديت الشكلاط، تناخذ واحد الملعقه وحطوها في الاناء اللي غيتقدم كؤوس ديال الكلاص. تنديروا فوق منه داك الشكلاط حبيبات، تقدموا بالصحه والراحه للاطفال ديالكم، جد لذيذ ورائع تيبغوه الوليدات بزاف. ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه ديالي. إذا كنتي أول مرة كتشوفي القناة ديالي نتمنى أنك تشاركي فيها وتضغطي على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. مع السلامة.